السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا متابعي قناة الأستاذ مصطفى الأوفياء مرحبا بكم نموذج جديد للفرد الثاني الدورة الثانية التربية الإسلامية المستوى السادس إذا كالعادة قبل ما نبدأ ونرجو الضغط على زر الإعجاب فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كثروا من اللي جاب اللي جيم. باش نوصلوا لأكبر عدد من المتتبعين وشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير جزاكم الله خيرا اذا الوضعيه هي على الشكل التالي اعتدنا في شهر رمضان المبارك مشاهده البرامج الدينيه على التلفاز استهل المفتي حلقة اليوم بآيات كريمة من سورة الجن تتحدث عن الغيب وبعض علامات حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وحث على ضرورة الالتزام بهديه وختم بالحديث عن الرفقة الصالحة وأثرها ثم انتقل للاجابه مباشره عن الاسئله التي تناولت مبيحات الافطار ومفسدات الصيام الفرق بين الايمان والاحسان وكذلك معنى الوفاء بحق الغير اشار في الدقائق الاخيره لفضل تلاوه القران الكريم وربطها بالاستقامه والارتقاء بالادب والحوار والاتعاظ بالقصص إذا هديه الوضعيه كما لاحظتم فهي شامله وجامعه ل مجموعة من الدروس التي رأيتمها في المستوى السادس من في هذه الفترة ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بهذه الوضعية والسؤال الأول يقول كالعادة أكتب من قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يعادون فسيعلمون من ضعف ناصر وأقل عددا إلى قوله تعالى ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم إذا ما هي القاعدة الجويدية في كلمة ناصرة إذا هنا ترقيق الراء لأنها مسبوقة بكسر لازم هذه القاعدة الجويدية ترقيق الراء لأنها مسبوقة بكسر لازم وعرف الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام إذا الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أعيد الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره السؤال الرابع اذكر بعض علامات حبك للرسول صلى الله عليه وسلم اذا هناك مجموعه من العلامات التي تدل على حب الرسول اولها الاقتداء به ان نقتدي به ان نذكره ونصلي عليه في كل وقت وان نلتزم هديه اذا هذا هو هذوما العلامات التي تدل على حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ان نقتدي به يعني ان نتبع سنته أن نجتنب ما نهانا عنه وأن نفعل ما أمرنا به، أن نذكره ونصلي عليه في كل وقت، وأن نلتزم هديه، خامسا أضع سطرا تحت مفسدات الصيام وسطرين تحت مبيحات الأفطار، الصوم دون نية، الإفطار عمدا، المرض وكبر السن، سفر القصر، إذا الصوم دون نية هو من المفسدات، لا يصلح الصوم بدون نية، الإفطار عمدا كذلك يفسد. الصوم المرض وكبر السن من مبيحات الإفطار نضع سترين سفر القصر يعني السفر فهو من مبيحات الإفطار فنضع سترين نمر إلى السؤال السادس أضع سطرا تحت أثر الصحبة الصالحة الاستقامة على الدين تشجيع على الشر التعاون على الاثم الدلالة على الخير النصح بالخير, بالخير. اذا الاستقامة على الدين و الدلالة على الخير وكذلك النصح بالخير اذا هذوما من اثار الصحبة الصالحة السؤال السابع أستشهد على ارتقاء القرآن بأصحابه في الآخرة، أستشهد على ارتقاء القرآن بأصحابه في الآخرة، إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعيد يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إذا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تبخل علينا بخالص دعواتكم السلام عليكم